الله وبركاته. مكافحة العدوى مفهوم ارتبط بالمنشآت الصحية، لكن في الواقع يهم الأفراد خارج المنشآت الصحية، خاصة في وقتنا الحالي. خلونا نتكلم إيش هي العدوى. العدوى هي انتقال الفيروسات أو الجراثيم أو مسببات الأمراض من الإنسان أو الحيوان إلى شخص سليم. بعد ما عرفنا إيش هي العدوى، طرق انتقالها لها طريقتين انتقال، إما عن طريق مباشرة كأن تلمس شخص مصاب أو يصيبك رذاذ عطاس شخص مصاب، وفي طريقة أخطر وهي طريقة غير مباشرة لما تمسك مقتنيات الشخص المصاب، كأن تمسك جواله أو تمسك مقبض باب مطعم أو فصل دراسي. بعد ما عرفنا طرق الانتقال راح يكون أسهل علينا نعرف طرق الوقاية ومكافحة العدوى. من طرق الوقاية وأهمها غسل اليدين بالشكل الصحيح، خاصة لما نلامس الأنف أو الفم أو العينين. برضو من المهم نعرف آداب العطاس، نستخدم المنديل أو نستخدم مرفق اليد أثناء العطاس، نتجنب الازدحام ونخلي مسافات آمنة بيننا في الأماكن العامة. ودولتنا ما قصرت، وفرت لنا لقاحات من الولادة مثل التهاب الكبد الوبائي وشلل الأطفال، وخاصة لما كبرنا صارت تطعيمة الإنفلونزا متاحة سنوياً، وآخرها لقاح كوفيد-19. فسارعوا بأخذ اللقاح وأحموا حبايبكم وأنفسكم. دمتم بصحة وعافية.